نشرة أخبار الثامنة من يو تي في، وهذه أبرز العناوين. البرلمان ينهي القراءة الأولى لستة قوانين، والمشرعون يؤطرون أنشطة الأمن الوطني بمشروع جديد. أربيل تطالب بوضع حد لقصف الإقليم، وبغداد تقر استراتيجية جديدة لنشر حرس الحدود ومسك الخط الصفري. وزارة المالية ترفع حالة التأهب لاستكمال تمويل رواتب الموظفين، والبرلمان في حالة انتظار للموازنة المقبلة. صلاح الدين إلى نينوى، الصناعة تكشف خططها الميدانية لإعمار المصانع المدمرة في المدن المحررة. مفاجآت المونديال تشعل الحماس عن بعد، العراقيون يتفاعلون مع السباعية في شباك كوستاريكا على طريقتهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. ستة مشاريع لقوانين أنهى البرلمان اليوم قراءتها الأولى، أبرزها مشروع قانون جهاز الأمن الوطني المقدم من لجنة الأمن والدفاع الذي يحظى باهتمام نيابي داخل الأوساط التشريعية. القانون يهدف إلى استحداث جهاز للأمن الوطني يستخدم الوسائل الاستخبارية والأمنية بطريقة علمية وفنية ومنهجية للمحافظة على أمن الدولة من التهديدات الرامية إلى النيل من كيانها، فضلا عن أمن المجتمع واستقراره وتنمية مصالحه الأساسية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. نواب تحدثوا ليو تي في أن هذا القانون مهم أن يقرأ مرة ومرتين وأكثر بوصفه أساسا للعمل الأمني، مؤكدين حاجة الأجهزة الأمنية إليه بما يتضمن من توفيره لها رصانة عملية وصيغة قانونية تحمي أعمالها وأدائها من التأثيرات الجانبية. أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لستة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي المقدم من لجنة الأمن والدفاع بعدما رفع جلسته التي عقدت اليوم. وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن القانون يهدف إلى استحداث جهاز للأمن الوطني يتولى استخدام الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة للمحافظة على الدولة من التهديدات الرامية إلى النيل من كيان الدولة وأمن المجتمع واستقراره، فضلا عن تنمية مصالحه الأساسية بالتعاون مع أجهزة الدولة، إلى جوار وضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والأمنية بما يحفظ احترام حقوق الأفراد. تأسيس جهاز أمن وطني متكامل يعمل على التصدي والحلول دون ارتكاب الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وأخذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والضرورية والعمليات الاستباقية ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة. المادة 4، يهدف جهاز الأمن الوطني إلى تحقيق ما يلي: أولا، حفظ الأمن للمواطنين والأفراد والمنشآت والمحافظة على النظام العام والمصالح الوطنية، وأخذ التدابير والإجراءات والوسائل الأمنية والجهد الاستخباري لمنع أي نشاط داخلي معادل، والتصدي للتهديدات والمخاطر التي تهدد الأمن الوطني، المحافظة على أمن واستقرار المجتمع. ثانيا، توطيد النظام العام للدولة والمحافظة على تحقيق أمن المواطنين والأفراد والمنشآت ذات الطابع الاستراتيجي وحماية المصلحة الوطنية. بعد تجاوزه القراءة الأولى في البيت التشريعي، قال أعضاء في مجلس النواب إن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني سيقوي الأجهزة الأمنية بالرصانة القانونية ويحمي أعمالها من التأثيرات. 4 جلسات نيابية خلال أسبوع واحد، منها جلسة اليوم، وفيها قرأت مشاريع 6 قوانين قراءة أولى، أبرزها قانون جهاز الأمن الوطني. وبعض القوانين هي ليست بالمهمة جدا، ولكن قانون جهاز الأمن الوطني مهم، ولا بد أن يكون هناك قراءة أولى وثانية ومراجعة هذا القانون ليكون هو الأساس لعمل هذا الجهاز الأمني.
تكمن أهمية القانون باعتبار جهاز الأمن الوطني مختصا بقضايا تختلف عن وزارة الداخلية والدفاع كالمخدرات وغسيل الأموال وغيرها، حيث سيسمح باستحداث جهاز يستخدم الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق فنية ومنهجية، فضلا عن تأطير عمله بقانون يضمن حمايته من أجل دعم أجهزة الدولة الأمنية أمام مختلف التحديات وتوفير مساحة قانونية يتحرك في حدودها. العديد من الأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية تحتاج إلى أن يكون لها قانون لها، فهذا الأمر سوف يقوي هذا الجهاز ويجعله بذات رسانة وبذات صيغة قانونية وصبغة قانونية، يضغي عليه صبغة قانونية لكي لا يكون هناك تأثيرات على عمله وأدائه وكذلك عدده وتأسيسه بشكل صحيح. إصرار نيابي على استكمال مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة للتوجه لاقتراح قوانين أخرى من قبل البرلمان في وقت وصلت فيه القوانين المعطلة خلال الدورات السابقة إلى أكثر من 170 يحاول المجلس استكمالها خلال الفصول التشريعية المقبلة وعدم ركنها إلى زاوية التأجيل. علي أسد، يو تي في. وللحديث عن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي المقدم في البرلمان ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور فاضل أبو رغيف. أهلا بك دكتور فاضل. يعني بداية دكتور، مشروع القانون كما قرئ في البرلمان ينوي استحداث جهاز للأمن الوطني يستخدم الوسائل الاستخبارية بطرق متطورة لحماية الدولة من التهديدات. إذن ما هي ضرورة هذا القانون؟ ما أهمية هذا القانون أيضا؟ نعم فاطمة، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريم. يعني أولا جهاز الأمن الوطني رغم أنه يعني أو مقترح قانون إقراره تأخر قليلا، لكن حقيقة اطلع هذا الجهاز بدور تكاملي كبير جدا. اطلع بثلاث مهام، الأولى مكافحة الإرهاب، والثانية مكافحة الجريمة المنظمة، والثالثة مكافحة المخدرات. في أحد المرات وقبل أقل من 3 أشهر خلت، نجح في السيطرة والاستيلاء على طن من مادة الكريستال كانت قادمة من سوريا وهي معبأة معمليا صناعيا بواسطة يعني بايات درج مرمر، وهذه مليون يعني هذه أكثر من 6,200,000 حبة من مادة الكريستال، ما يعادل طن من مادة الكريستال الخام، وكانت تنوي تلك العصابة بإعادة تصديرها عبر منفس مزور إلى أحد دول المنطقة خصوصا دولة خليجية. إقرار هذا القانون يأتي ضمانة لأولا ترسين هذا القانون وترسين العمل به وجعل العمل به أكثر حكمة وأكثر قانونية وأكثر رصانة، فضلا عن ذلك هو يقوي الجبهة الداخلية. يعني هو أولا يعني يمكنه أن يحارب الجريمة المنظمة، يمكنه أن يحارب الجريمة الإلكترونية، يمكنه أن يواجه التحديات الداخلية التي تعصف في العراق خصوصا العاصمة بغداد وبعض المحافظات الآمنة. لذلك مقترح يعني إقرار شرعية هذه الوزارة أو هذه يعني المستشارية، أو سيقترح لها اسم جهاز أو غير ذلك من مسمى أو بمستوى هيئة، أعتقد أنه سيكون ضمانة لكل عراقيين من أن تكون جميع مؤسساتهم سيما الأمنية منها والتي تعمل تأخذ منحا دستوريا قانونيا ذا رصانة يعتد به ويعول عليه بالعاجل القريب فاطمة. نعم دكتور، يعني سؤال يتبادر إلى ذهني وذهن جميع العراقيين، إذا كان هذا القانون يهدف لحماية كيان الدولة من التهديد، تأطير عمل الأجهزة الأمنية بصيغة قانونية كما نص هو على ذلك، إذا كيف حمت الدولة نفسها والناس منذ 2003 حتى الآن؟ يعني تسألين سؤال مركب جدا ويحتاج إلى ساعات طوال للإجابة عليه. يعني لو تسأليني ما بعد الانهيار الذي حدث ما بعد 2003 وبقت الحدود مشرعة ودخل ما يسمى بالفدائي العرب وترك النظام السابق أكثر من 8 مليون قطعة سلاح متوسط أو خفيف في البيوتات العراقية، وأصبحت فوضى عارمة، واجتاحت البلاد أكثر من 36 مجموعة إرهابية من داعش والقاعدة والنصرة وفصائل كثيرة تنتمي إلى التنظيمات الراديكالية المتطرفة، تعاقبت عليها حكومات متعددة، الإرهاب ضرب العراق وضرب بغداد خصوصا والمحافظات ببضع آلاف من المفخخات والعبوات الناسفة وبالاغتيالات
واجتاح العراق اجتاحته فوضى عارمة أدت إلى سفك دماء وقتل أبرياء وقتل مدنيين. لذلك نجح العراقيون إلى حد كبير بسنتهم وشيعتهم وكردهم لمواجهة ومكافحة الإرهاب، وليس أدل مصداق على هذه إلا الفتوى التي صدرت بالحشد الشعبي، الفتوى الرشيدة التي صدرت من السيد السيستاني بتأسيس الحشد الشعبي ليكون الظهير القوي وصد المنيع بتحرير المدن التي اغتصبها داعش في 2014 وما تلاها. لذلك أعتقد أن الحزمة التي يعني تعاونت واتزرت وتوطنت فيما بينها بين سنته وشيعته نجحت في كبح جماح الإرهاب وإعادته إلى سالف عهده. طيب إذن ما الذي سيبقى للداخلية والدفاع وجهاز المخابرات إذا شرع قانون جهاز الأمن الوطني؟ هل هو ربما مشروع للتنسيق بين جميع هذه الأجهزة الأمنية؟ لا طبعا. شوفي فاطمة عيني، أولا وزارة الداخلية تطلع بدور استخباراتي معلوماتي عبر وكالة الاستخبارات ومديرية الاستخبارات ومديرية الجريمة المنظمة ومنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية بتشكيلاتها الاستخبارية أتحدث. أما عن التشكيلات التعبوية والميدانية، اليوم السيد الفريق عبد الأمير الشمري نجح إلى حد كبير مبكرا في إعادة هيكلة وتنظيم وإعفاء بعض المدراء المخضرمين ودمج بعض المديريات واستحداث بعض المديريات وتسليط الضوء وتكثيف الجهد على أهم مديرية وهي مديرية مكافحة المخدرات. المخدرات اليوم هو التحدي الأكبر الذي يواجه العراقيون، لذلك أعتقد أننا إزاء مرحلة وحقبة جديدة. أما جهاز المخابرات الوطني العراقي فسيطلع بدور مكافحة الإرهاب الأخطار التي تصيب العراق وتحدق به بالخارج مع الأخذ بنظر اعتبار لما تسببه من ارتدادات في الداخل. أما وزارة الدفاع فهي تملك قدرة تكوين الفرق العسكرية والألوية وقيادات العمليات فضلا عن مديرية الاستخبارات العسكرية بذراعها الفوج التكتيكي وفوج الاستطلاع والوحدات والأقسام والشعب الاستخبارية التي تنتشر مع كل قطعة جغرافية فيها يتواجد عسكر وجيش فيها قطعة استخبارية، فضلا عن مديرية الاستخبارات والأمن التي تطلع بضبط إيقاع المنتسبين وبملاحقة التنظيم أيضا وضربه في عقر داره. لذلك الجميع سوف يمارس دورا تكامليا تعاضديا لا أدوارا تفرقية وتتضاد فيما بينها. لذلك أعتقد الجميع الآن متأهب لصد وكبح جماح أي عملية إرهابية سواء كانت في النوايا أو حتى على نحو الإجهاض. لذلك اليوم جهاز الأمن الوطني يوم أمس نجح في كبح جماح عملية كبيرة أيضا لتهريب النفط، وكالة الاستخبارات أيضا نجحت يعني هذا اليوم ويوم أمس بعد مراقبة كبيرة استكمالا لملاحقة مهربي النفط أيضا إلى يعني إجهاض عملية تهريب في الصهاريج عبر مد تيوبات وفاكيومات إلى أنابيب النفط، وهذه كلها تسبب يعني استنزافا للاقتصاد العراقي. هذا إذا علمنا أن العراق هو دولة ريعية تعتمد على النفط وتنسى الصناعة لأكثر من 4500 مصنع معطل. نتطلع إلى حكومة السيد السوداني وهي تعيد الروح إلى بعض المصانع وأكثر من 4205 مشروع متلكئ، نتأمل أن تعاد هذه المشاريع المتلكئة فضلا عن الطرق الحلقية التي تحيط بالعاصمة بغداد لغرض فك الاختناقات التي تصيب العاصمة بغداد. عم دكتور فاضل، يعني ربما يسعفني الوقت في سؤال أخير، يعني لكي يسيطر العراق على أمنه الداخلي والخارجي، هل الأمر متوقف على تشريع قوانين أم زيادة تخصيصات القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها؟ يعني فاطمة أنا أتمنى أن تفتح الآفاق وأن يفتح الصرف على جميع يعني ميزانيات الأجهزة الأمنية والاستخبارية، لأن الدولة تمؤسس لقطرين لركنين الأمن والخدمات، إذا استتب الأمن صارت الخدمات. هذا إذا علمنا أن السيد السوداني بتشريعه هيئة عليا ومجلس أعلى لمكافحة الفساد وتولي السيد أبو علي البصري لهذا المجلس لهذه الهيئة، أعتقد هذه الهيئة التي يترأسها الأخ أبو علي البصري ستلاحق الفاسدين بعقر دارهم وتضرب مفاصلهم وتفكك أواصرهم
وبذلك تكون الإعمار يسير خطا أو كالقدة بالقدة بخط متوازي مع مكافحة الفساد للحؤول دون اندلاع أي حالة فساد مستشرية، لأن الفساد هو منظومة متراصة مترابطة بعضها يشد بعضها، لذلك جلب يعني دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لذلك مكافحة الفساد في تقديراتي هي أهم من العمران في الوقت الحاضر، مع الأخذ بنظر اعتبار أن العمران الذي سيكون في بغداد أو في العراق أو في المحافظات نتطلع له بصبر فارغ. أشكرك جزيل الشكر الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور فاضل أبو رغيف. مشاهدينا، الموازنة الاتحادية وبقية أخبار العراق نستعرضها مع الزميل علي حليم. فاطمة شكرا لك. مشاهدينا تحية طيبة. بحث رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن السوداني عبر لبوتين في اتصال هاتفي تلقاه منه عبر عن حرص العراق على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات، مؤكدا أن بغداد تنتهج الانفتاح والتعاون سياسة مع المحيط الإقليمي والدولي. فيما نقلت رويترز عن الكرملين قوله أن بوتين ناقش مع السوداني المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن ذلك ستكون له عواقب على أسواق الطاقة العالمية فضلا عن كونه مخالفا لمبادئ علاقات السوق. قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا. اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قال في بيان إن المجلس اجتمع برئاسة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني وقرر تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وأسنادها بالمعدات لتمكينها من إنجاز مهامها، فضلا عن المناورة بالموارد البشرية لتعزيز المخافر الحدودية. وأضاف البيان أن تنفيذ القرارات السابقة سيكون عبر التنسيق مع حكومة إقليم كردستان ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية حدود البلاد. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسقارت على احترام السيادة العراقي ووضع حد للقصف والهجمات التي يتعرض لها. وذكر بيان لحكومة الإقليم أن بارزاني التقى بلاسقارت وبحث معها الوضع في العراق والتطورات في المنطقة فضلا عن أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين بغداد وأربيل بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة. وجهت وزارة المالية باستمرار دوام موظفي دائرتي الموازنة والمحاسبة ليومي الجمعة والسبت للإسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني. وذكر بيان المالية أن الوزارة بصدد إجراء عمليات تدقيقية شاملة لبعض وحدات الإنفاق للوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في تأخير إطلاق تمويلات الرواتب لبعض الوحدات نتيجة تأشير حالات تجاوز في الصرف. ولفت البيان إلى أن الوزارة مستمرة بحصر حالات التجاوز المؤشرة وفقا لإجراءات تسير بانسيابية عالية، مؤكدة التزامها الشديد بإتمام جميع استحقاقات الموظفين بحسب التوقيتات الزمنية المحددة.
إذن ترقب وانتظار يسود البرلمان بالتزامن مع رفع وزارة المالية حالة التأهب لموظفيها من خلال زيادة أوقات العمل وإلغاء عطلة نهاية الأسبوع لإكمال المشروع قبل نهاية الأسبوع. جهد يسابق الزمن لغرض إقرار موازنة البلاد قبل نهاية العام الجاري في مجلس النواب. أعضاء المجلس متهيئون للتصويت وبانتظار وصول مشروع القانون من وزارة المالية، خصوصا مع تعطل معظم قطاعات الدولة نحو سنة بسبب تأخر إقرار موازنة عام 2022. سألناها قلنا لها الموازنة هل جاهزة إلى أن ترسل إلى مجلس النواب حتى يتم إقرارها وتشريع قانونها؟ قالت لحد الآن ما كملت هذه الموازنة، وإذا كملت الموازنة إحنا على قدم وساق وكل المكونات مستعدة إلى أن نشرع هذا القانون، لأن صراحة نحتاج. تفاؤل كبير بقرب التصويت على قانون الموازنة، خصوصا مع إجراءات وزارة المالية لإكمال متطلباتها بأسرع وقت من خلال زيادة ساعات دوام العاملين والدوام كذلك أيام العطلة الأسبوعية. الوفرة المالية عامل تفاؤل آخر، خاصة مع إمكانية توفير المبالغ اللازمة للوظائف ورواتب الرعاية الاجتماعية وغيرها من احتياجات دوائر الدولة. توجد وفرة مالية كبيرة لمعالجة الملفات الخدمية وكذلك الدرجات الوظيفية، وخصوصا أنه سوف تتضمن موضوع الرعاية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية للمواطنين اللي توصل أكثر من 2 مليون. ومع إقرار الموازنة المفترض قبيل نهاية العام الجاري، تنتظر الحكومة عددا من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي لغرض تنفيذها، والتي ستشكل انتقالة فارقة في واقع الاقتصاد المحلي للبلاد. حيدر البدري، UTV، بغداد. حول الموازنة الاتحادية للعام المقبل ينضم إلينا من بغداد الخبير المالي الدكتور محمود داغر. دكتور، بداية مرحبا بك. دكتور، ترقب وانتظار في البرلمان لمشروع قانون الموازنة، ما توقعاتك عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن غياب الموازنة لعام كامل وأيضا تأخر تشكيل الحكومة أدى إلى تأخر الاستكمال الجوانب الفنية للموازنة، لكني أعتقد أن وزارة المالية تعمل بكل جهدها لغرض إعداد الموازنة. أما إذا الملامح المتوقعة، فأنا أعتقد أن الإنفاق لهذا الجاري لهذا العام أعتقد كافي تشغيليا، ولكن نحتاج إلى إضافة الموازنة الاستثمارية، أي مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تقدمها وزارة التخطيط. هذا الموضوع باعتقادي يجعل الموازنة يعني بين 140 بين 150 تريليون، لا أعتقد أكثر، لأننا غير قادرين ولا الأجهزة الحكومية أو التنفيذية الاستثمارية قادرة أن تنفذ أكثر من حجم 40 تريليون دينار لأغراض الاستثمار. دكتور، نعم. بمناسبة الحديث عن الاستثمار، وفق اللجنة المالية فإن الموازنة هذه ستختلف عن سابقاتها بوجود شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي الجديد للسوداني. إلى أي مدى سينجح البرنامج الاستثماري في معالجة الوضع الاقتصادي الحالي أو حل جزء من المشاكل على الأقل؟ من الطبيعي لما سنة 22 ما عندنا موازنة استثمارية، إذن مؤكد ال 23 راح تركز على الجانب الاستثماري. لكن فليعلم الجميع أن الاستثمار هو مو عملية مشابهة للإنفاق على الرواتب أو للإنفاق التشغيلي، أي تتحقق فورا، إنها تتطلب مجموعة من التعاقدات، تتطلب الركون إلى شركات رصينة، تتطلب إنفاقا متدرجا، تتطلب خطوات للوصول إلى إنجاز طريق، لإنجاز
رصيف، لإنجاز الترع المائية، لإنجاز مواصلات. هذه المشروعات تتطلب وقتا، وقد لا يكفي عام 23 لوحده في استكمال هذه المشاريع. إذن نعم استثمارية، لا بل نتمنى ذلك، لكن هنالك شيئين يجب أخذهما بالحسبان: قدرات على التنفيذ محدودة، اثنين فترات التعاقد والإرساء والدفع والفحص والسيطرة النوعية قد تأخذ وقتا في عملية إنجاز المشروع الاستثماري. دكتور، في سؤال أخير، دعنا نعود لمسألة الموازنة. برأيك هل من الممكن أن تكتمل قبل نهاية هذا العام، خصوصا كما ذكرت أن وزارة المالية تبذل جهد إضافي؟ طبعا أنا أقول أنه فعلا ممكن، لأن هذا مو فقط شغل المالية، بل شغل وزارة التخطيط أيضا وتنمية الأقاليم والرؤية اللي للمحافظات أيضا. لكن باعتقادي ممكن أن يكون الجانب الفني من الموازنة مكتمل ومدفوع إلى مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي. نتأمل ونتمنى أن يكون ذلك قبل شهر أو قبل بداية السنة، وما زال لدينا يعني شهر وأسبوع شوية. من بغداد الخبير المالي الدكتور محمود داغر. سيد الكريم، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أهمية تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية وإيجاد مصادر للطاقة البديلة والمتجددة. بيان لمكتب لرئيس الوزراء ذكر أن السوداني ترأس اجتماعا خصص لبحث مشروع تنمية الغاز المتكامل بحضور المدير التنفيذي لشركة توتال أنرجيز الفرنسية باتريك بويانيه، فضلا عن حضور عدد من المسؤولين في مجال النفط والطاقة. وشدد سوداني بحسب البيان على أهمية المضي في مشاريع الطاقة التي منحها المنهاج الوزاري أولوية خاصة، موضحا أن الحكومة تستهدف بمشاريعها تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق المشاريع الصديقة للبيئة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لليد العاملة الوطنية. طلب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بضرورة اتخاذ خطوات استثنائية لتعويض المتضررين في المناطق المحررة، وذلك لتأمين عودتهم إلى مدنهم، مؤكدا في مؤتمر صحفي مع وفد من صندوق إعادة الإعمار أكد أن توفير منازل للنازحين يتطلب دعما من الحكومة المركزية. من هذا المكان نقول أن إذا نريد أن نرجع النازحين يجب أن يكون هناك استثناء في تعويض أهالي القرى المهدمة أو بمشاريع طارئة في استطيع النازح العودة. في الحقيقة نازحنا متوفرة تقريبا شبه الخدمات الأساسية نستطيع توفيرها، لكن لا نستطيع توفير المنشأ الشخصي اللي هو الدار أو الإمكانيات للعودة، وهي أكبر معوق لعودة النازحين. لكن الجميع يعلم لازمنا أنه دعم المواطن النازح بشكل مباشر هي من مهمة الدولة المركزية ومهمة قانون 20 ووزارة المالية. فالأهم من ذلك هو دفع تعويضات المتضررين من العمليات الإرهابية. هذه التعويضات هي تساعد النازح على العودة، أما تقديم الخدمة بدون ما يوجد له دار أو إمكانيات للعودة في الحقيقة نازحنا يجد صعوبة في ذلك. تفاوت أسعار فواتير الماء بين جانبي الموصل أثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية، خصوصا مع ارتفاع الجباية إلى 1,000,000 دينار شهريا لساكني الجانب الأيسر والذي يعمل بنظام المسقفات. نحو 1,000,000 دينار هي فاتورة جباية الماء لطالب عبد. يقول إن اعتماد دائرة الماء على نظام المسقفات في قياس مساحة المنزل في جانب مدينة الموصل الأيسر لجباية الفاتورة أرهق كاهله، ولم يعد باستطاعته استخدام المياه إلا للضرورة. أسعار قبل كانت أقل، هسه على أسعار قلت علينا من 2020 على كل مواطن عراقي.
هسا ياخذون كل بيت 32,000، انا طلع علي 817,500 وانا سايق تاكسي، ما عندي امكانيه ادفع الفلوس. اعتماد نظام المسقفات في تقييم الاجور الضريبيه في شطر الموصل الايسر على احتساب المساحات المشيده للمنازل والابنيه التجاريه من دون اعتماد عداد الصرف الحقيقي بين بنايه واخرى كما هو معمول به في شطر المدينه الايمن، ولد ردود افعال سلبيه تجاه الحكومه المحليه لخلقه حاله من التمييز في المدينه ذاتها. أنا أستغرب بأن هذه الإعدادات نصبت في الجانب الأيمن فقط، وهذا الجانب الأيمن هو المدمر أكثر، والجانب الأيسر لحد الآن لم يتم نصب هذه الإعدادات وبأعداد كبيرة. لماذا هذا التفرقة والأجور اللي تجي عالية جدا؟ يعني هناك في الأيسر حاليا يأخذون على البناء، أصبحت يعني الإعدادات ما لها قيمة على البناء، كم طابق يأخذون عليه أموال. التباين في سعر الجباية بين جانبي الموصل تبرره مديرية ماء نينوى بتأخر موافقة إحالة جانب المدينة الأيسر للعمل بنظام العدادات. نظام المسقفات ورقة الجباية تشمل ماء ومجاري 100% وأجور بلدية، وهذه النظام عن طريق شهريا تجبى وحاليا نجبيها 4 أشهر لأن جت الموافقة عليها متأخرة، فجاي نجبيها من 30/6 لغاية 30/10. لعقود طويلة كان عداد المياه هو المتبع في العراق، إلا أن اختلاف الجباية بين جانبي الموصل باعتماد العدادات والمسقفات أثار الشك بعمليات فساد مالي جديدة في نينوى. قاسم الزيدي، UTV الموصل. زيارة وزير الصناعة للمدن المحررة لإعادة مصانعها المدمرة وتشغيل خطوطها، هذا الملف بصحبة فاطمة. شكرا لك. أهلا بكم من جديد. من إحدى أكبر المدن الصناعية في العراق وخلال جولة امتدت من صلاح الدين إلى نينوى، يكشف وزير الصناعة خالد بتال عن مساعي الحكومة لإعادة إعمار المصانع المدمرة في المدن المحررة وتشغيل خطوط الإنتاج فيها بعد تطويرها وتجهيزها بتقنيات الإنتاج الحديثة، في خطوة تكشف عن توجه حكومي لتقوية الاقتصاد وتعزيز موارده والتخفيف عن كاهل الموازنة التشغيلية. تشغيل خطوط الإنتاج في شركة أسمدة بيجي وتطويرها إحدى محطات وزارة الصناعة نحو تصحيح المسار المتعثر منذ سنوات لدعم المصانع المتضررة في المدن المحررة بعدما طالها الدمار خلال سنوات الحرب مع الإرهاب. هذا هو حال شركة الأسمدة في بيجي، هيكل متهالك بفعل الحرب مع داعش، فنسبة الدمار بلغت 95% بعد إن كانت الشركة تغطي حاجة الزراعة العراقية من سماد اليوريا. الشركة تعرضت لأعمال داعش الإرهابي وما تلاها من عمليات عسكرية أدت إلى ضررها، فالوزارة يعني لكي تقف على واقع الشركة الفعلي شكلت لجان وزارية ولجان فنية مختصة من الشركة قامت بتقدير الأضرار ونسبة الدمار اللي لحقها بالأجهزة من أجهزة متضررة ومن أجهزة مفقودة أصلا، فكانت النتيجة اللجان أنه الضرر بلغ بحدود 95%، كما لا يخفى على الكثير أنه هذه النسبة لا توجد فيها أي جدول إعادة أنه تأهيل أو تأهيل المصنع وإعادة تشغيله، لذلك احنا قاد يعني عازمون على إعادة تفكيك المصنع حسب القنوات الرسمية. من إحدى أكبر المدن الصناعية في العراق كشف وزير الصناعة والمعادن خالد بتال عن مساعي الوزارة لإعادة إعمار المصانع المدمرة في المناطق المحررة ومنها شركة الأسمدة الشمالية في بيجي عبر هيكلتها وإعادة تفكيكها وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة وبتقنيات حديثة ومتطورة. نسبة الدمار 95% فهو غير قابل لإعادة الإعمار، نذهب باتجاه خط جديد بسبب لا توجد جدوى اقتصادية إذا كانت نسبة الدمار 95%، والجانب الآخر لقدم التكنولوجيا، هذا المعمل
بوشر بالعمل به سنة 1985 وأنجز سنة 1990، فبالتالي التكنولوجيا هي تكنولوجيا السبعينات. الآن التكنولوجيا مختلفة، الحجم مختلف، كفاءة الإنتاج مختلفة، النوعية مختلفة، فالذهاب هو لمصنع جديد كليا. جولة البتال لا تنتهي عند مصانع صلاح الدين، فمنها يتوجه صوب نينوى علّه يصحح مسار الصناعة العراقية المتعثرة منذ أعوام. من داخل شركة الأسمدة في بيجي، محمد قادر، يو تي في. خلال مؤتمر صحفي وعلى هامش زيارته نينوى، أكد وزير الصناعة خالد بتال عزمه إحياء الصناعة المحلية عبر تنشيط المصانع والشركات في مختلف مدن البلاد. نحن عازمون على إعادة ما يمكن إعادته، وأول نقطة يجب إعادة الإصرار والروح المعنوية لدى الموظف. أقولها بصراحة، وجدت انهزاما داخليا لدى أغلب الموظفين واستسلاما، والبعض لا يوجد لديه الطموح ولا حتى التفكير بالطموح للتغيير. هذا موضوع مهم، ومن ثم نذهب إلى المصانع تفصيليا وإلى الشركات تفصيليا. يتطلب هذا وقت وجهد، إن شاء الله سنكون عند حسن ظن العراقيين وسنعيد ما يمكن إعادته من الصناعة الوطنية. في السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب محمد الشمري أن تفعيل الصناعة وإعادة تشغيل المصانع يخفف عن كاهل الموازنة التشغيلية، مشيرا إلى أن حكومة السودان عازمة على تقوية الاقتصاد في جميع المجالات. تفعيل موضوع الصناعة والمصانع ليس فقط في المدن المحررة فقط، وإنما في عموم العراق، لأنه يخفف عن كاهل الموازنة التشغيلية. على الحكومة اليوم أن تنتبه لهذا الموضوع وأن تعيد فتح جميع المصانع وأن تستحدث مصانع جديدة، سواء كان في المدن المحررة أو المدن المستقرة التي لم تتعرض إلى اعتداء واحتلال. اليوم السيد رئيس الوزراء عازم على أن يقوي الاقتصاد في جميع المجالات. وحول زيارة وزير الصناعة إلى المناطق المحررة لمعاينة مصانعها، ينضم إلينا من الموصل المدير العام للشركة العامة لكبريت المشراق سعد أمين. أهلا بك سيد سعد. سيد سعد، كيف ستنعكس جولات وزير الصناعة خالد بتال على واقع الشركات والمصانع في المدن المحررة؟ تشرفنا اليوم بزيارة السيد معالي وزير الصناعة والمعادن المحترم شركتنا. حال وصوله طلب السيد المعالي عقد جلسة مجلس إدارة، وطلب شرح وافي عن كافة المعوقات التي تعاني منها الشركة، وتم الإيضاح إلى معالي الوزير حول توقف الفرصة الاستثمارية في الكبريت أو الحاجة إلى تخصيصات تقدر بحوالي 179 مليار لغرض إعادة خط إنتاج الكبريت المصفى، والذي هو يعتبر المنتج الرئيسي للشركة، وكذلك المعوقات التي عاقت شراء معمل حامض كبريتيك لمعاودة إنتاج مادة حامض الكبريتيك، والذي هي التخصيصات المالية، حيث أنه شركتنا كل عام تقدم في الموازنات مبالغ ضمن الرأسمالية، إلا أن وزارة المالية لا توافق على هذه التخصيصات. أبدأ معالي الوزير المرونة في هذا الجانب والمساعدة، ووعدنا خيرا في تفعيل الفرصة الاستثمارية للشركة العامة لكبريت المشراق وكذلك الشركة العامة للفوسفات، حيث الشركتين توقفت الفرصة الاستثمارية بأعمام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحكومة الأستاذ عادل عبد المهدي، وترك القرار للحكومة اللاحقة، إلا أنه الحكومة اللاحقة لم تقوم بإعادة النظر أو دراسة القرار وتفعيل القرار أو إعطاء الرأي في الاستمرار في الفرص الاستثمارية من عدمها. حقيقة السيد المعالي هذا اليوم وعدنا في أن يعتبر هذا اليوم هو جلسة مجلس إدارة، وهو أيضا القرار
في أن نرفع قرار من مجلس الإدارة إلى معاليه في خصوص تفعيل الفرصة الاستثمارية، وسوف يعني يتخذ الإجراءات اللازمة ويستحصل الموافقات اللازمة إما من اللجنة الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أو يستحصل موافقة مجلس الوزراء في ذلك. وكذلك فيما يخص معمل حافظ الكبريتيك طلب إدراجها أيضا في الموازنة لعام 2023، وسوف تحصل إن شاء الله الموافقة بتدخله شخصيا في إقرارها. طيب ضمن الموازنة عام 2023، ما السقف الزمني المتوقع لإعادة إعمار المصانع المتضررة؟ طبعا اذا مشت الامور ب خلينا نقول صوره صحيحه، مده اعمار الخط انتاج الكبريت المصفى تستغرق من سنه ونصف الى سنتين، بطاقه انتاجيه تصل الى 1 مليون طن سنويا، يعني وهذه اعلى طاقه انتاجيه حتى قبل عام 2003 ما وصلت لها الشركه العامه لكبريت المشراق. وبما يخص حامض الكبريتيك المدة أقل، يعني احنا الحامض الكبريتيك بعد إقرار الموازنة والحصول على التخصيص المالي سوف نقوم بالإعلان إعلان مناقصة ونطلب من الشركات تكون عالمية رصينة بالاشتراك في هذه المناقصة. وبعدها من خلال العرض الفني والتجاري راح تحدد المدة القابلة للتنفيذ. طب هذا بالنسبة للمدة، بالنسبة للتكلفة، يعني في ظل تأكيد الوزير على دعم الإنتاج الوطني وتنشيطه، أيضا ما هي الكلفة المحددة لإعمار وتحديث وتطوير معمل المشراق في نينوى؟ فيما يخص خط انتاج الكبريت، يعني حقيقة لو ما مضينا في الفرصة الاستثمارية نحتاج لنا 179 مليار. فيما يخص معمل حامض الكبريتيك وأيضا المطاحن الكبريت الزراعي نحتاج لنا، دخلنا في الموازنة التشغيلية 23 مليار على الموازنة الرأسمالية. طيب سؤال أخير سيد سعد، يعني كيف تقيمون قدرة المصانع والشركات الوطنية المحلية على المنافسة أيضا على تحقيق الجدوى الاقتصادية في الوقت الحالي ومستقبلا أيضا؟ حقيقة هي معالي الوزير ركز على شركات تعتبر صناعة استراتيجية، مثلا صناعة الأسمدة وصناعة الكبريت وصناعة الأدوية وصناعة الحديد والصلب وصناعة السيارات. هذه حقيقة ككبريت احنا مادة تصديرية وغالبا ما يكون تسويقها سريع، كون اكو طلب عالمي وطلب محلي. الفوسفات فقط تحتاج 750 ألف طن عند معاودة انتاجها من مادة الكبريت، يعني حقيقة موضوع التسويق محسوم بما يخص الأسمدة، في سواء كان في الفوسفات او الأسمدة اليوريا اللي هي الأسمدة الجنوبية والأسمدة الشمالية والفوسفات، كون أكو حاجة للسوق عالية لهذه المنتجات. إذن مدير عام الشركة العامة لكبريت المشرق سيد سعد أمين كنت معنا من الموصل، شكرا جزيلا لك. يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي من دون تقديم رعاية خاصة لهم، حاجتهم إليها ذهنيا أو جسديا تجعلهم مكبلين بقيود اجتماعية تارة ونفسية تارة أخرى، فذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى من يمنحهم أجنحة تعينهم على الاندماج في المجتمع، وهذا ما تحاول معلمات في الأنبار منحه للتلاميذ من هذه الفئة. عيد طالبية أكيد مسوينا كياك. مسويتم كياك اليوم؟ إي. جزاك الله كل خير.
إن شاء الله. في جو من الفرح بمناسبة يوم الطالب، افتتحت تربية الأنبار صفا خاصا للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفلوجة. هؤلاء الأطفال وعائلاتهم بدوا أكثر فرحا من غيرهم، واللافت أنهم أسرعوا حفظا داخل الصف وأجمل خطا. يعني أنا الباحة طبيت عليهم يعرفون يحسبون من 1 للـ5، يعرفون يقرون يعني بعض الأحرف والكلمات، يجمعون دار ودور أي. واليوم ما شاء الله عيد الطالب ووزعوا لهم شوكولاتات، يعني يحسسوا لهم أنهم حالهم حال أي طفل أو أي طالب. يعيش ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي الهمم غالبا حياة السجناء داخل المنازل. اليوم تحاول المعلمة المتطوعة رحمة منحهم أجنحة التعلم ليكونوا أكثر حرية وقدرة على الاندماج في المجتمع. صدقهم ما عندهم مشكلة بالاستيعاب، لكن احنا دا نساعدهم، ويعني مثل ما نقول دا نقدم كل اللي نقدر عليه، خصوصا مرضى التوحد. هذا التوحد إذا ما يلتقي بغير أطفال يعني ما رح يتعالج ابنهم، ولا رح يقدرون هم أصلا يساعدوا لابنهم. وتؤكد تربية الفلوجة بعد افتتاح هذا الصف أنها تتطلع إلى مزيد من الدعم على مستوى وسائل الإيضاح لتقديم الأفضل للطلبة. هو يعتبر أول صف في مستوى محافظة الأنبار يفتتح لذوي الاحتياجات خاصة لفئة اليافعين، وحريصين جدا على رعاية كافة المواهب. يحتاج إلى وسائل إيضاح أكثر ودعم لهذا الموضوع، مو يم المديرية، من يم الوزارة، إنه توفير المناهج الدراسية بالوقت المحدد. كتابة حرف بيد براعم ذوي الاحتياجات الخاصة تعد بابا من أبواب الأمل لوجوه وجدت في عيد الطالب فرصة لتقول للعالم: نحن هنا مع أقراننا الأطفال نفرح ونتعلم. نبيل العزامي، UTV، الأنبار. بشغف يتابع العراقيون مونديال قطر بما يحمله من مفاجآت، فكل احتمال وارد بعد عدد من النتائج غير المتوقعة، سواء بسقوط بعض كبار المنتخبات أو فوزها بغلة ثقيلة من الأهداف. نتابع ما رصده علي العنبقي. جلسات في الشارع هنا وسط معقوبة كسائر مدن العراق لمشاهدة مباريات كأس العالم عبر شاشات عملاقة، مبان تتزين بأعلام المنتخبات، وتجمعات يحييها مئات من محبي الساحرة المستديرة في المقاهي للهدف ذاته. فهذه المناسبة وطقوسها لا تتكرر كل عام، ولا سيما أنها هذه المرة تحمل عطر العود وسيماء العرب. هكذا يتابع العراقيون مباريات المونديال بنسخته القطرية المبهرة، فالتنافس الملحمي خالف التوقعات وأسقط نجوما كبيرة كألمانيا والأرجنتين. كل 4 سنوات ننتظر هاي الفرصة الحلوة، وخاصة من صارت كأس العالم ورا 4 سنوات في أحد الدول هو جوار قطر. ننتظر أكو شغلات كلش راقية تصير باللعب، وهو كان قبل محصور بين فرنسا، برازيل، أرجنتين، هسه اختلفت النظرية، هاي صارت اليابان، السعودية عندك تجاهد تلعب لعب كلش حلو. طبعا الشباب هنا أغلبية بالكوفي من الساعة بالوحدة إلى الساعة 12 بالليل ينتظرون مباراة. ولعوا العراقيون بكأس العالم دفع المشجعين إلى متابعة المباريات في جميع أوقاتها رغم عدم تأهل بلدهم للمنافسة. أما ما يميز هذا المونديال هو تنظيمه على أرض عربية ومفاجآته غير المتوقعة. والله يعني شفنا هواية مفاجآت بهذا كأس العالم، احنا كلش هواية يعني منتخبات ارتقت بمستوى كلش عالي، يعني كانت ضعيفة يعني ما شاء الله بس شفنا أداء يعني كلش قوي. يعني مثلا عندك السعودية، أبسط شيء السعودية مثلا، اليابان. أما في مباراة إسبانيا وكوستاريكا فقد اصطف معظم المتابعين العراقيين مع إسبانيا ليس لتميزها فحسب، بل نتيجة الموقف الأخير لكوستاريكا مع المنتخب العراقي ورفضها اللعب على أرض العراق. أنا شجع فرنسا واليوم شجعت إسبانيا لأن عداوة يا كوستاريكا، تريد أحكيك صديق ليش ما لعبوا ضد العراق، يعني بالعراق شبيه بلدنا. لم تقتصر المفاجآت على خسارة الكبار، فبعض المباريات حملت نتائج ثقيلة لم يتوقعها حتى المتخصصون بالكرة، كفوز إنجلترا على إيران ب6 أهداف لـ2 والسباعية النظيفة الماتادور الإسباني في الشباك الكوستاريكية. علي العنبقي، UTV، ديالا.
نشرة الثامنة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.